طبعا لان الحجج بتاعتكم بتبقى كتير في الموضوع ده. فانا النهارده كنت بره اهو، الساعه دلوقتي 2:30، المفروض يعني ان انا اكل، فانا هاكل ايه مش عارف. فانا دلوقتي دخلت كارفور وهنشوف بقى ايه من كارفور صحي ينفع ناكله وما يأثرش علينا بالسلب، ايه من كارفور ينفع ناكله ويكون لذيذ وطعم. اخدكم معايا بقى كده، او ممكن ما اخدكمش قوي عشان انا بتحرج اصور الناس، مش عارف اصور الناس يعني وانا باخد منهم الاكل، بس يعني ممكن احاول ونشوف مع بعض بقى ايه الدنيا. اول فيديو هتحط على اليوتيوب بالشكل العجيب ده، بس مش مشكلة يعني ان شاء الله يعجبكم. الاكل في الكيس ده يا جماعه مفاجآت. هنطلع دلوقتي نفتح وناكل ونتفرج في نفسنا. انا وقت الاكل، يلا نشوف احنا جبنا ايه ونعرف هناكل ايه. جبنا يا جماعه خضار سوتيه، جبنا سلطه، جبنا رز، جبنا صدور مشويه. اكل حلو وجميل وزي الفل وشغل عالي اهو. هو كل القصة بقى دلوقتي ان هو مفيش ميزان، فالاكل ده مش موزون، بس مش مشكلة بالنسبة لي لان انا يعني مش عامل دايت اصلا. يعني هناكل بقى، هناكل ونقطع الموضوع بقى. الرز كمان كافيين. لطيف قوي رز القرفة. شوية الخضار السوتيه حلوين جدا. الفراخ المشوية لطيفة خالص. السلطة بتاعتنا دلع دلع. حلو الاكل الصحي، حلو. الرز ده ممتاز. الخضار روعة بصراحة. ما بحبش السلطة بتاعتهم بقى عشان بيقطعوها كبيرة. وأنا بقي صغير. ظلم. حاجة دلع. اتمنى من ربنا ان الايربود تكون شغالة مع الفيديو عشان الصوت يطلع كويس. طبعا
الحاجة الوحيدة اللي على السفرة دي مش هنخلصها هو الرز، الرز كتير قوي. تعالوا كله ايا كان انت فين، حاول دايما تحافظ على وجبتك. حاول متستسلمش للمغريات والعك اللي حواليك. اللي منكم عارف فرفور المعادي، حواليا دلوقتي كل الحلويات، ماك وكي اف سي وبيتزاهات وحاجات، ليله كبيره قوي. بس احنا اجمد عموما كل حاجة وليها وقتها. انا بيجي عليا وقت باكل ده وباكل ده وباكل ده، بس مش دايما يعني. لما بقى تكون في عز الانضباط ما ينفعش تعب، ما ينفعش تكسر نفسك قصاد اي حاجة تغريك. خليك قوي عشان الفيديو ما يبقاش طويل. كان هدفي بس ان انا اوصل لكم فكرة ان انت تقدر تاكل صحي في اي مكان على فكرة، وهحاول اعمل من ده كتير. دي حاجة. الحاجة التانية، اكلك مهم، حافظ عليه. شغلك مهم جدا، بس اكلك مهم، عشان اكلك هو اللي هيخليك تعرف تشتغل، هو اللي هيخليك تعرف تتمرن، هو اللي هيخليك تعرف تعمل حاجات كتير. ولو عايز تكون وحش يبقى لازم تاكل زي الوحوش. سلام.